وقد أفاد مراسلنا بدخول شاحنات جديدة عبر معبر رفح ومنها شاحنات وقود. وللمزيد ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، أرحب بك وإطلعنا عن تفاصيل أكثر بخصوص الشاحنات التي عبرت معبر رفح وما يتعلق بشاحنات الوقود. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال معبر رفح يستقبل الشاحنات المختلفة المحملة بالمساعدات من الوقود ومن المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية التي تعبر عبر بوابة معبر رفح، ثم يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال من الناحية الأخرى حتى تصل إلى الأونروا في قطاع غزة ليتم توزيعها على الأماكن المحددة والمخصصة للفلسطينيين، إما في المستشفيات أو حتى في الملاجئ والأماكن الخاصة بالأونروا. نتحدث اليوم عن دخول أربع شاحنات للوقود محملين بالسولار، دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية ليصل عدد شاحنات الوقود الذين دخلوا عبر بوابة معبر رفح حتى الآن إلى 15 شاحنة. هذه الشاحنات دخلوا بالفعل في انتظار بالطبع غدا الهدنة المزمع أن تكون في بداية صباح اليوم الخميس، ثم بعد ذلك سيدخل عدد كبير آخر من الشاحنات. تتحدث عن أكثر من 300 شاحنة بالفعل تحركوا من مدينة العريش ومن مطار العريش ومن أيضا المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري ليصطفوا هناك أمام بوابة معبر رفح المصرية بجانب البوابة حتى يأذن لهم بالدخول. وهؤلاء الشاحنات مليئة أيضا بالمياه والمستلزمات الطبية وأيضا شاحنات أخرى من الوقود. هذا طبعا سيأتي في مقابل الهدنة بالجهود المصرية القطرية والولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار أو هدنة لمدة 4 أيام، وأيضا بالإضافة لذلك بطبع صفقة لتبادل الأسرى ستكون عبر أيضا الجهود والدبلوماسية المصرية هي الأساس التي ستقوم بهذه الصفقة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، اليوم فقط دخل أكثر من 90 شاحنة من المساعدات المختلفة عبر بوابة معبر رفح المصرية وجاري تفتيشهم عند قوات الاحتلال، ولكن حسب سائقي الشاحنات الذين تكلمنا معهم فيستغرق وقت التفتيش لهذه الشاحنات ما يقرب من 12 ساعة تقريبا منذ صباح اليوم وحتى العشاء تقريبا يتم تفتيش هذه الشاحنات حتى تدخل إلى الناحية الأخرى، بالإضافة لخروج أيضا عدد كبير من مزدوجي الجنسية عبر بوابة معبر رفح المصرية وأيضا وصول الطائرات المختلفة إلى مطار العريش. أشكرك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.